ثماني سنوات وصلنا في كل من 4 إلى 8 سنوات المرتبة الأولى المرتبة الأولى عادت ويقدم شهادة تقديرية الدكتور خالد الرحيم مدير الشركة الملكية لتشجيع فرص المرتبة الثانية فعادت للفاعل دائرة عجوج وهو في ملكية السيد الخمطي الحسين ويقدم شهادة تقديرية الدكتور خالد الرحيم مدير الشركة الملكية لتشجيع فرص المرتبة الثالثة عادت للفاعل النوس وهو في ملكية السيد رميش عبد الرحيم. المرتبة الرابعة عادت للفاعل البرك وهو في ملكية السيد قندي صالح. المرتبة الخامسة عادت للفاعل مشرف الخير وهو في ملكية السيد المنصوري عبد السلام. المرتبة السادسة عادت للفاعل دنو وهو في ملكية السيد خوطي بوشتا. المرتبة السابعة عادت للفاعل بدمة مربوح وهو في ملكية السيد عيسى مبارك عبد اللطيف. المرتبة الثامنة عادت للفحل ميلاد وهو في ملكية السيد بالنسبة للفئة السادسة في 1982 احتل المرتبة الأولى فحل تاهيتي وهو في ملكية السيد حشلن أحمد ويقدم شهادة تقديرية السيد حسن خروش عن الشركة الملكية لتشجيع فرص أو دكتور عبد البرحم عن الشيخ بلدي ما شاء الله.
Thank you.
aussi aller chez le prophète, le roi des Shabbat, c'est-à-dire, c'est le fait que des filles, très souvent, il y a une crise. Donc, on va s'arrêter à un moment de parler, pour vous dire que c'est le prophète aussi. Thank you.